أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار، نستهلها بأهم وأبرز العناوين. نائب رئيس الجمهورية يقيم مأدبة غداء على شرف السياسيين وعقال وسلاطين صوماليلاند. وزير وزارة الثروة الحيوانية ومشاركته في مناسبة موسعة. نائب وزير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العالمي ومشاركته في مناسبة تقديم مساعدات مالية. أعزائنا المشاهدين، كان هذا أبرز عناويننا، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. أقام اليوم نائب رئيس الجمهورية صوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي وبرفقته عدد من أعضاء المجلس الوزاري، أقام مأدبة غداء على شرف السياسيين وعقال وسلاطين صوماليلاند، وذلك بفندق أمباساتور بالعاصمة هرقيسة. قام اليوم نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي وبرفقته رئيس حزب كلمية الحاكم ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية وعدد آخر من أعضاء المجلس الوزاري، أقاموا مأدبة غداء على شرف السياسيين وعقال وسلاطين صوماليلاند، وذلك بفندق أمباساتور بالعاصمة هرقيسة. تحدث في بداية هذه المناسبة سلاطين وعقلاء وشيوخ عشائر تطرقوا من خلال حديثهم إلى أهمية الأمن والاستقرار في البلاد، وأن المحافظة على واجب وطني وقومي على كل مواطن في صوماليلاند. هذا وتحدث خلال هذه المناسبة كل من وزير وزارة الموارد المائية ووزير وزارة التربية والتعليم العالي. أشاروا من خلال حديثهم إلى أهمية هذه المناسبة، وأشادوا بمجهودات السلاطين والعقلاء وشيوخ العشائر في صوماليلاند في إرساء قواعد الأمن والاستقرار في البلاد. هذا وتحدث خلال هذه المناسبة النائب الأول لأمين عام حزب كلمية الحاكم سعادة محمد كاهن أحمد، أشاد بمجهودات مسؤولي حكومة صوماليلاند ودورهم الكبير في تطوير النهضة القومية في البلاد. وفي نهاية هذه المناسبة تحدث نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي، شكر من خلال حديثه كافة المشاركين في هذه المناسبة، وأشار أيضا إلى المكانة السلاطين والعقلاء وشيوخ العشائر في صوماليلاند ومساهمتهم في حل الخلافات بين مواطني صوماليلاند، كما أشاد بدورهم الكبير في إرساء قواعد الأمن والاستقرار في البلاد. قام اليوم وزير وزارة الثروة الحيوانية بجمهورية صوماليلاند وبرفقته عدد من المسؤولين قام بافتتاح عدد من المشاريع التعليمية الخدمية التي تم إضافتها إلى الخدمات التعليمية الأخرى التي تقدمها مدارس الإرشاد الخاصة. قام اليوم وزير وزارة الثروة الحيوانية بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكسي وبرفقته عدد من المسؤولين قام بافتتاح عدد من المشاريع التعليمية الخدمية التي تم إضافتها إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها مدارس الإرشاد إلى طلابها. هذه المشاريع التعليمية تضمنت مختبرا تعليميا ومكتبة مجهزة بأحدث الكتب والأجهزة الكمبيوتر، تم افتتاحها في مقر مدارس الإرشاد. هذا وتحدث في بداية هذه المناسبة مدير عام مدارس الإرشاد السيد محمد آدم أسكر، تطرق من خلال حديثه إلى أهمية هذه المشاريع التعليمية والتي سوف تساهم في رفع مستوى الطلاب أكاديميا. هذا وتحدث خلال هذا اللقاء مندوب منظمة دايركت ايد العالمية والممولة لهذا المشروع، حتى من خلال حديثه الطلاب من الاستفادة من هذا المشروع بما يعود بالنفع والفائدة وتطبيق ما تعلموه في حياتهم العملية. هذا وتحدث وزير وزارة الثروة الحيوانية معالي عبد الله محمد طاهر عكسي، أشاد بمجهودات مسؤولي مدارس الإرشاد في تطوير العملية التعليمية في البلاد. قام اليوم مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العالمي بتقديم مساعدات لإعادة ترميم وإنشاء ملعب حسن حوق في العاصمة هرقيسة. شارك في هذه المناسبة عدد كبير من المسؤولين وضيوف شرف آخرين. قام اليوم مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العالمي لتقديم مساعدات لإعادة ترميم ملعب حسن حوق في العاصمة هرقيسة، وشارك في هذه المناسبة عدد كبير من المسؤولين وضيوف شرف آخرين. هذا وتحدث في بداية هذه المناسبة نائب وزير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العالمي سعادة أحمد آدم إسماعيل، وتطرق من خلال حديثه إلى أهمية هذه المساعدات التي تساهم في تطوير المنشآت الرياضية. هذا وتحدث مدير عام وزارة الشؤون الخارجية سعادة عبد الرحمن،
أشار من خلال حديثه إلى أهمية التعاون بين أفراد المجتمع من أجل تطوير المنشآت الحيوية في البلاد، وناشد مواطنين سوماليلاند في الداخل والخارج بالمشاركة في تطوير النهضة القومية في سوماليلاند. هذا كما حث محافظ إقليم توقدير سعاد محمد إبراهيم مقتربين ورجال أعمال سوماليلاند ومواطنين إقليم توقدير بالمساهمة في ترميم وإعادة إنشاء ملعب حسن حوق. عقد اليوم محافظ إقليم مروذي جيح سعادة محمد محمود جينيري مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام المختلفة، صرح من خلاله عن عدة مواضيع هامة وذلك بمقر مكتبه في العاصمة هرقيسة. عقد اليوم محافظ إقليم مروذي جيح سعادة محمد محمود تشينياري مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام المختلفة، تطرق من خلال حديثه إلى عدة مواضيع هامة وذلك في مقر مكتبه بالعاصمة هرقيسة. أشار سعادة المحافظ في بداية هذا المؤتمر إلى أهمية الاتفاق التي أبرموه مع شركة دبي للمواني، كما تطرق أيضا إلى تأييدهم التام لقرار حكومة سوماليلاند، كما أشار إلى استثمار شركة الإمارات في ميناء بربرة والذي سوف يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. هذا وتحدث عن اجتماعات أخرى التي تمت في منطقة أوربوسيد، وكما شكر كل من ساهم في إنجاح هذه الاجتماعات في إقليم سول من عقال وسلاطين وشيوخ عشائر سوماليلاند والذين ساهموا في إرساء قواعد الأمن والاستقرار في سوماليلاند. عقد اليوم مدير العام بوزارة إعادة الإسكان والتعمير بجمهورية سوماليلاند سعادة عبد الناصر حاجي داود لقاء موسع مع مندوبي المنظمات والهيئات العالمية العاملة في مجال اللاجئين. هدف هذا اللقاء لمناقشة كيفية دعم اللاجئين المتواجدين داخل جمهورية سوماليلاند. عقد اليوم مدير العام بوزارة إعادة الإسكان والتعمير بجمهورية سوماليلاند سعادة عبد الناصر حاجي داود ورصميه لقاء موسع مع مندوبي المنظمات والهيئات العالمية العاملة في مجال اللاجئين. هدف هذا اللقاء لكيفية مساعدتهم ودعم اللاجئين المتواجدين داخل أراضي جمهورية سوماليلاند، خاصة اللاجئين المتواجدين في إقليم توقدير والقادمين من دولة إثيوبيا، وتم مناقشة كيفية مساعدتهم وتوفير الاحتياجات الضرورية لعدد 2000 لاجئ. وكانت في مقدمة المنظمات والهيئات العاملة في هذا المجال منظمة الأمم المتحدة UNHCR والعاملة في مجال اللاجئين. وتحدث في هذه المناسبة مدير العام بوزارة الإعادة الاستيطان والتعمير عبد الناصر حاجي داود ورصمة، أشار من خلال حديثه إلى أهمية هذا اللقاء والذي يتم من خلاله مساعدة اللاجئين الإثيوبيين ودعمهم من أجل تقديم الاحتياجات الضرورية بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والعالمية العاملة في مجال اللاجئين. وأشاد أيضا بنجاح العلاقات التي عقدها مسؤولي تلك المنظمات والهيئات مع محافظ إقليم توقدير ومسؤوليها في الأسبوع الماضي. شارك اليوم مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي ومسؤولي معاهد السلامة وضيوف شرف آخرين شاركوا في مناسبة افتتاح سنة الدراسية الجديدة 2016-2017 في معاهد السلامة بالعاصمة هرقيسة. شارك اليوم مسؤولين وزارة التربية والتعليم العالي ومسؤولين معاهد السلامة وطلبة وطالبات المعهد وأولياء أمورهم وضيوف شرف آخرين شاركوا في مناسبة افتتاح سنة دراسية جديدة 2016-2017 في معاهد السلامة بالعاصمة هرقيسة. وتحدث في بداية هذه المناسبة مدير عام المدارس السلامة، أشار من خلال حديثه إلى أهمية هذه المناسبة وتطرق أيضا إلى مراحل متعددة التي مرت بها هذه المعاهد. هذا وتحدث في هذه المناسبة مدير قسم التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي السيد موسى محمد شري، أشار إلى الدور الكبير بمعاهد السلامة في تطوير التعليم ومجهودات مسؤولي المعهد في تخريج طلاب متفوقين أكاديميا. هذا وتحدث خلال هذه المناسبة عدد من أولياء الأمور الطلبة والطالبات، وتم أيضا خلال هذه المناسبة عرض مسرحيات استعراضية من قبل طلاب المعهد. قام اليوم عدد من علماء الدين في سوماليلاند وبرفقتهم عضو مجلس الشيوخ السيد موسى عبد دعالي وعدد آخر من المسؤولين، قاموا بجولة تفقدية إلى مساحة من الأراضي تم شراؤها لتكون مقبرة بعد امتلاء مقبرة ناسا هبلوت بالعاصمة. قام اليوم عدد من علماء الدين في سوماليلاند وبرفقتهم عضو مجلس الشيوخ السيد موسى عبد الدعالي وأعضاء من لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاموا بجولة تفقدية إلى مساحة من الأراضي
تم شراؤها لتكوين مقبرة بعد امتلاء مقبرة ناصر هبلون في شرق العاصمة هرقيسة. وتحدث هناك عدد من علماء الدين ومسؤولين أشاروا من خلال حديثهم إلى أهمية هذه المناسبة التي تم من خلالها الاطلاع على هذه الأراضي التي قام بعض رجال الأعمال سوماليلاند بالتبرع لها لتكوين مقبرة جديدة، وشكرهم ودعا لهم العلي القدير أن تكون في ميزان حسناتهم، وأضاف أن مواطنين العاصمة كانوا بأمس الحاجة لهذه الأراضي لتكوين مقبرة جديدة بعد أن امتلأت مقبرة ناصر هبلون. أعزائي المشاهدين، كان هذا كل ما لدينا خلال هذه الفترة، وحتى نلقاكم في نشراتنا القادمة تقبلوا تحياتي أنا فردوس حسن ومن فريق العمل، ودمتم في رعاية الله وحفظه.